انا جيت من تيرودنت. تيرودنت بالضبط؟ لا ماشي بالضبط، تيرودنت من بلاصه من نواحي برحيله. كيفاش درتي تعرفتي على هذا الشباب اللي هذا؟ انا تعرفت في الاول على مصطفى قنو، تعرفت عليه في الفيسبوك في جروب وهضرت معاه وطلبته على حساب الخدمه. انا بغيت نخدم، بغيت نعاون والديا، نعاون راسي، بغيت يكون عندي مصروف خاص بيا وطلبته. قال لي صافي انا غنعاونك كوني هانيه، ما خصك حتى خير، وانا وقفت معاك حتى واحد ما ياتيك، والخدمه مضمونه. صافي انا ثقت فيه، ما درت في راسي والو واش غيتكرفص عليا ولا شي حاجه. جلسنا كنهضروا سيمانه سيمانه تهضروا في الفيسبوك، في الفيسبوك وفي الواتساب. حيت انا كنقول لك ميسي تهضروا في الفيسبوك، كنهضروا عادي هضره عادي، ما ظنيت في انيكا واش غيجي ليا بحال هكاك ولا يتكرفس عليا. كلامه باينه في معقول ولد الناس، داكشي انا اللي درت في بالي كيبان ما هضرتو. صافي واحد النهار قال لي الغد لي هاجي، هاجي لي نتزكان. خرجت انا مع الربعة ديال الصباح من الدار، والديا ناعسين، حتى واحد ما في خبر واش غنخرج من الدار، ما قلت على حتى واحد. جمعتي حوايجك وخرجتي؟ جمعت حوايجي، هزيت الفلوس، داكشي اللي لقيت، وخرجت مع ربعة ديال الصباح، ربعة ونص. ركبت وصل لينزكان، ينزكان صونيت ليه وتلقى ليا مصطفى قنو، هما خدامين، خدام في اتصالات. تلقينا في انزكان، تلقى ليا واحد شوية، جا صاحبو اللي خدام معاه سميتو محمد أمكرون. انا كنت نعرفو بمحمد اسكور، هادشي هي كان هي اللي قال ليا محمد اسكور. صافي ركبنا بثلاثه في الطوموبيل، سحبنا شويه تجيني لشي هذا لشي بيت ديالك، حيت قال ليا غنكري ليك بيت نخلص ليك الشهر الاول بيد ما تخدمي، بيد ما تخدمي ديك الساعات تقدري تخلصي الكري ديالك راسك. صافي داوني لواحد الدار ديال الكرا في حي الهدى، داني ليها. بقيت انا وصاحبو فاتا في الطوموبيل، ديك الساعه انا ما عارفه هو مزوج داك مصطفى اقنو، عنده ثلاثه الوليدات، انا ما عارف حتى حاجه واش مزوج ولا عنده الولاد. قال لي محمد امكرون راه مصطفى الله يعمرها دار، وما خفتي منه والو، حتى انا بغيت نوقف معاك ونتعاونوا معاك، وما يخصك حتى خير، وما نخلو حتى واحد يتكرفص عليك ولا تلاحي في الزنقه. صافي هما مشاو للخدمه ديالهم بجوج، خدامين مع اتصالات، داك انا اللي عرفت. دخلت انا للدار حطيت حوايجي، قبل ما يمشي مصطفى قنو قال لي غنجيب لك الغدا، جاب لي الغدا مع اللحده، مع اللحده ديال النهار. صافي ملي جاب لي الغدا مشى فحالو للخدمه. ما كانوش كيبينوا لك انك مثلا عجبتيهم بغاو يرتبطوا بيك؟ لا انا ما شكيت في حتى حاجه، هما تصرفوا معايا مزيان، ما تشكي كاع واش هما يديروا واش غيخرج فيهم داك العجب كامل. انا ما شكيت في حتى حاجه فيهم، لا تصرفات ديالهم لا هضرتهم حتى حاجه. قال لها هادو الله يعمرها دار، الناس مزيانين. صافي جاب لي الغدا مشى فحالو الخدمه، بقيت انا في الدار. وصلت 8 ديال العشيه، بعد جا عندي محمد مكرون، تما فاش تعدى عليا. كيفاش تعدى عليك؟ هو زياني في شهر واش زعما اغتصبك بالعنف، افتض لك البكره ديالك، كيفاش تعدى عليك؟ زعما قولي لينا بالتفصيل باش نقدروا نفهموا شنو وقع. نفسي شبي سكتة هو بقى كيضربني وكيزير عليا، تكمل ومشى في حالاته. ملي كمل ما بقيتيش بنت؟ لا ما بقيتش بنت، مشى في حالاته. ما عاد جيت تسعود فشهر
صافي بقيت انا بوحدي تما كنبكي وكنشوف حالتي على ما قطعت تنوض على رجليها ولا ندير حتى حاجه. خفت نخرج نهرب، يتلقاو لي اكثر منه، تكرفسوا عليا اكثر. قلت نصبر ما نقول لصاحبو حتى حاجه، قلت حتى نمشي في حالاتي ما عندهم، حيت صاحبو ما بين لي حتى حاجه. مصطفى قلنو من هو اللي صافي. وصلت العشرة ديال الليل، عشرة ونص، جا مصطفى قلنو تما. ملي دخل الدش تتصوني لي واحد السيدة، بقات كتصوني بزاف، عزيت التليفون بحال هكا ما لقيت لي على كنت ما فاش عرف بلي مزوج. قلبت التليفون ديالو لقيتو مزوج، لقيت التليفون ديالو عامرة، يعني هما كيجرو بحال هكاك ما عدتين على شحال من واحد. صافي ما قلت لي حتى حاجة، دخلت وسديت عليا البيت. صافي هو نعس في الصالون، هنا نعست في البيت. الغد لي ما جدي متخرج حتى جاب لي تاني الغدا ديالي مع الوحدة. الوحدة مشى لخدمتو، ملي جاب لي الغدا سولتو قلت لي واش شحال انا غنبقى هنا، فين الخدمة اللي قلت لي، وفين البيت في اللي غنكر انا بفلوسي، وغن وهداك الشيء كامل اللي قلت لي فينو، انا اش كندير انا، انت ما قلت لي حتى حاجة من هذا الشيء كامل. قال لي غير صبري، انا غنقف معاك. صافي هو ما قاسكش هذا الراجل الثاني، ما قاسكش النهار الثاني فاش قاسني، النهار الثاني ملي جا في العشية. كيفاش بالضبط؟ عافاك شرحي لينا التفاصيل كيفاش بالضبط. جا في العشية مع الستة تما، فاش تعدى عليا، تعدى عليك بالضرب، نعس معاك، شنو دار لك؟ كان كيضربني وغتصبني. ملي بقيت كان نسميت وكان نقاوم وما ما خليته يمسني، بقى كيضرب فيا. صافي تكرفص عليا تما وغتصبني. اها وشنو وقع من بعد؟ من بعد بقيت 4 أيام في هاديك الدار. في هذيك 4 أيام كانوا كيتناوبوا عليك ولا صافي واحد المره ومشاو بحالهم؟ ملي شفت محمد مكرون ما عمرو مازال جا عندي في داك النهار. ملي شفت 4 أيام البكره ديالك اغتصبك، ما بقاش رجع، ما بقاش رجع. هذاك اللي بقى كيتعدى عليا، شحال مرة حاولت نخرج ولكن كيسد الباب وكيخرج للخدمة. كيسد الباب بالساروت؟ كيسد الباب يعني بالساروت، يعني كان محتاج زينك. كيسد الباب بالساروت وكيخرج. ما لقيت منين نخرج ولا حتى فين، ملي مشي كنشعل التليفون كنشوف الميساجات ديال الوالدية بلي هما مقهورين، والوالدة ديالي مريضة. ما كنت مازال نقول لهم حتى حاجة، ما تلعنجي حتى فين نمشي ولا الرجاع، ما عندي مازال لوجه حتى باش نرجع عند والدي، حتى انا اللي خرجت، انا اللي مشيت لداك الشيء برجلي، انا بغيت عن نخدم، ما كنت عارف واش غيطرى لي هكا. يعني هما اللي غرروا بك باش تجي تخدمي؟ انا قلت لي على الخدمه، قال لي هو كاينه الخدمه بغي خصك حتى اخير. انا دقت في الهضره ديالو، ما شكيت حتى في حاجه. يعني سالات 4 أيام فين بداوك؟ سالات 4 أيام، نهار الرابع جا مصطفى قلنو، هما هو وصاحبو دايما هما المؤمن، ما كيتفرقوش، خدامين بجوج. هذا كيسوق بيه شيفور، محمد يمكن شيفور. جا نهار الرابع قال لي جميع حوايجك، قلت ليه فين غادي؟ قال لي تمشي في حالك، دبرت لك على البلاصه فين تسكني. قلت لي وهذا الشيء درت فيا انت؟ حيت انا ما قلت لي راجل صاحبك تعدى عليا، ما قلت لي حتى حاجه على صاحبه. قلت لي وهذا الشيء درت فيا اش غندير؟ واش هادي هي الخدمه وهادي هي الحياه زوينه وسميتو اللي بغي نعيش والفلوس باش غنعاون والديا ونعاون راسي كامل؟ هذيك الهضره فينا؟ قال لي انت اللي جيتي عندي برجليك، انت هذا الشيء بغيتي كامله، سالي كثر. صافي بقيت كنبكي، قال لي دروكا مو بين في عقلبك لا حتى حاجه، جميع حوايجك. صافي انا جمعت حوايجي وخلص هو السيده اللي كرا عندها، ولقيت صاحبو كيتسنانا، ما هضرتهم حتى حاجه. صافي ركبت معاهم، وصلنا نص في الطريق داك النهار كان الماتش، وصلنا نص الطريق مصطفى قال لصاحبو المحمدي مكرون، قال لي انا غنسل انت تكلف. قلت ليه فين غادي؟ قال لي نتفرج في الماتش، راه محمدي مكرون
بغيت ديك البلاصه فاش بغيت تسكني والخدمه. صافي هو نزل وبقيت انا مع محمد يمكرون، بقى كيتبسل عليا في الطوموبيل. صافي بقيت انا فاش كيتبسل عليك كيقيسك فهضرتو كيبغي يقيسني في جلدي. بقيت انا كنخاصم وكنبكي. صافي وصلنا داني للدرار، الدرار كاع في كتير. داني عند واحد السيده خدامه في القهوه، انا تحمل واش غنسكن معاها هي ونخدم معاها. سمعتهم قال ليها فين السيده عندهاش غتخدم في القهوه، حيت خدمت في القهوه لواحد القهوه وحدهم ما خدمت معاها. دو كلشي قهوه تخدمي فيها؟ انت عندك لاكارت ناسيونال ولا ما عندكش؟ لا ما عندي لاكارت. مازال ما عندكش لاكارت؟ لا ما عندي حتى ورقه. عندك خدمني بلا لاكارت بلا حتى حاجه. صافي انا بقيت مع ديك السيده في القهوه، غتكون 6 ديال العشيه هكاك 7، بقيت معاها. ومشى هو ما عرف فين مشى، رجع تاني مره عندها قال ليها واش غيكون مول القهوه دروكا باش نهضر معاه. صافي مشى هو عند مول القهوه هضر معاه، حيت انا ما عندي لاكارت ما عندي حتى ورقه. داكشي علاش مول القهوه خدمك واخا ما عندكش لاكارت؟ طلبوه هو، طلبوه اه، يمكن عطاه لاكارت ديالو ما نعرف، حيت هما عارفين وعارف يعني يمكن صحابو هما. داكشي اللي بالي انا ما هضرتهم كامل. صافي بقيت انا مع فاتحه، السيده تيقولها فاتحه انت اش بقيت في القهوه حتى العشرة ديال الليل عاد جا ليا. انا سحاب نوش غنمشي معها للدار، نمشي مع فاتحه للدار نسكن معاها ونخلص الكره معاها. قلت ليه فين غاديين؟ قال لي تمشي للدار فين تسكني. قلت لي على ما نسكن مع فاتحه؟ قال لي لا هو سحاب نوش غادي تجيني لشي بلاصه نسكن فيها شي بيت ديالك. انت مازال بقيتي دايره فيهم الثقه؟ ماشي دايره فيهم الثقه، خفت من الزنقه يطرا يوقع عليا اكثر من هكاك. هذيك البلاصه الدراري كاع ملي شتا هذيك البلاصه فيها الناس ما قلوب في قلوب وما كايناش شي حاجه سميتها الرحمه. وفين داك؟ داني لدارو لتهمنا انا واش دارو، عاد عرفت بلي دار خوه. انت شتو من البوليس؟ دار خوه خاوية ما فيها حتى واحد. خاوية انا ما كنت عارفه واش بغيت ديني لدارو. صافي وصلت الدار قلت لي فين انا؟ قال لي داري بتسكني معايا. ثم بقيت كان بكي وكنقوض. قال لي ضغوطي سمعك شي واحد لوحك في الزنقه ونصيفط لك اللي يجي لك كثر كثر مع هذا الشيء درت لك انا غيجيوه لك. داكشي علاش جلسي ورصاي. واخا شرحي لينا شي شويه اشنو دار لك؟ واش ضرب؟ واش الاغتصاب؟ واش دار لك شي حاجه زعما شاده ماشي هي هذيك؟ شرحي لينا باش نفهمو مزيان. كان كيضربني وكيغطسني تكرفس عليا بزاف. حتى في دارو كان كيضربك ويغتصبك؟ كان يعني كل عشيه ولا كل ساعه ولا كيفاش؟ لا كان شنو الخدمه مع 8 كيوصلني مع 8 ديال الصباح للقهوه. خدامه في الكوزينه كنغسل المواعين، كنبقى خدامه من 8 حتى ل 12 ديال الليل. من 8 ديال الصباح حتى ل 12 الليل؟ 8 ديال الصباح حتى ل 12 ديال الليل. يمكن هما متفقين كلشي هما اللي في القهوه، ما كايناش في قلوبهم الرحمه، حتى واحد ما كيحن فيك تما. حتى المراه؟ لا هذيك المراه ما بقيتش شتها. ما بقيتيش شتيها؟ بقيت شتا دوك ليامات. بقيت خدامه مع دوك في القهوه، هو كيجي لي كيديني للخدمه مع 8 وكيجي لي مع 12 ديال الليل. ما كيوصل للقهوه باش ما يشوفوه الناس كيديني ويجيبني، يعني كيبقى يروح حتى القهوه. ولكن الناس اللي خدامين معايا في القهوه يمكن صحابو عارفينو، يمكن متفقين كلشي، داكشي انا اللي باليا في هضرتهم. صافي بقيت معاه مدة 4 أيام كان كيضربني واغتصبني. النهار الثالث قال لي جمعي حوايجك غيجي عندي الوالد ديالي دار العملية. ما عندي مازال فين نحطك ولا فين
ما عندك ما تجيني مازال عندي. قلت لي هو انا فين غنمشي؟ بقيت كنطلبو وكان بكي عليه. تما عاوتاني جات غتصبني ملي كنت كنطلبو. صافي جمعت انا حوايجي لقيت لي في الصباح نهار الثالث. جمعت حوايجي مشيت للقهوه لقيت جالسه كان بكي شافني الدر اللي خدام معايا في القهوه. قال لي يا مالكي؟ قلت لي ما عندي فين نبات ولا فين نمشي انا قطعت صافي. قال لي واش تهدى عليك شي واحد؟ مالكي واش ما عندك الوالي يجيك؟ ما عندك فين تمشي؟ قلت لي لا والو. انا قلت لهم عندي كيسولوني كنقول لهم عندي مشاكل مع دارنا صافي. ما قلت لهم لا تعدى علي حتى واحد ولا اغتصبني شي حد. كيقول لي واش تعدى عليك محمد مكرم؟ كنقول لهم لا والو ما عارفين حتى حاجه حيت خفت يكونوا متفقين كل شيء هم ويطرا فيا اكثر. صافي قال لي انا نشوف لك واحد السيده راه كتقلب على شي وحده تكري معاها. قال لي في العشيه واتسالي الخدمه ديالها في الليل حتى هي خدامه في القهوه. مشات كرات معاك؟ هي كاريه كان كتقلب شي وحده اللي تسكن معاها. قبلاتك باش تسكني معاها داك النهار. صافي انا بقيت كنصوني لمحمد كنطلب وكنصيفط ليه ميساجات غير باش يجاوب حيت ما بقيت مازال كنتيق حتى واحد. خفت ما الناس فيه ما مزيان. خفتي تمشي لشي دار جديده ويغتصبك شي واحد جديد؟ خفتي طرا فيا كثر ولا نطيح في الزنقه. الزنقه بغيت نشوف فيها كثر من هذاك العذاب اللي عشت. قلتي لي ما كتشوفيش مزيان ياك؟ اه انا ناقص عندي شوف. وهما كانوا كيعرفوا بانك ما كتشوفيش مزيان؟ كانوا كيعرفوا واخا عارفين بانك ما كتشوفيش مزيان ناقص عندك الشوف بزاف. ما بقاو كيستمروا في الاغتصاب ديالك؟ بقاو هكاك ديما كنطلبهم كان بكي كنبوس لهم رجليهم. وكي درتي تهربتي منهم؟ صافي صونت لي خالتي وجاوبتيها؟ جاوبتها قلت لها اللي كاين حيت صافي ما بقى عندي مازال فين نمشي. كلشي الى حل كلشي خايف على راسو. اللي مشيت كنطلبو كيقول لي واش عندك لاكارت؟ كنقول لهم لا. هو يعني اللي عرفك ما مازال ما عندكش لاكارت ما كيقدرش يشدك عنده؟ كيقدر. كيقول لي حتى فاتيحه بنت عندها الغد لي قالت لي انا عندي البنات ما نقدر مازال تبعتي عندي الغد لي. وخالتك جات عندك؟ هي اللي جات عندك داتك ولا شنو؟ صيفطت لي راجلها هو اللي جابني جابني للهرودانت. جابك ولا علم البوليس ولا خليتوهم سمحتو لهم ولا شنو؟ الوالد ديالي ملي خرجت ديك العربية ملي خرجت زعما يوقع ليا شي حاجة بلي هما مسؤولين. وقع على داكشي ملي خرجت ديك العربية. صافي ملي جيت عاوتاني مشى بلغ بلي انا جيت مشينا لتارودانت البوليس ديال تارودانت. صافي تما عاودت لهم كلشي اللي تعداو عليا وعجيتهم السميات التصاور كانوا عندي في التليفون ديالهم حيت هزيت لهم التصاور ديالهم. صافي انا ما عندي عليهم حتى معلومات ما عندي حتى المعلومات باش نقولها للبوليس هما يشدوهم. الدار ما بقيتش عاقله عليها ديال محمد مكرون ديك اللي كاينه في حي لودا ما بقيتش عاقله عليها. مصطفى قالو ما عندي عليه حتى معلومه. محمد السكور كنت انا عارفه بس السكور حتى قلبوا البوليس عاد عرفوا بلي كنيتو محمد مكرون. هذيك هي الكنيه انا اللي كنعرف. صافي كيفاش توصلوا لهم البوليس؟ هما اللي جابوهم هربوا سيمانه وهما هاربين حتى صوناو لهم البوليس ولا صوناو لعائلتهم ما عرفت بالضبط. قال لهم هاتك بلي ما مزيانه وكتجي بحال هكاك يعني باش يجو قلبوا عليه. مشاو جوج الخطرات لكادير اللي خدمتهم عرفوا البلاصه فين خدامين. هما ما خدامين في اتصالات بالضبط مع شي شركه خدامه مع اتصالات. خدامين مع شي شركه كتخدم مع اتصالات المغرب؟ اه داكشي اللي عرفوا البوليس. ملي عرفوا البوليس صافي وصلوا للخدمه ديالهم ما بقاوش مشاو للخدمه ما بقاوش كيخدموا حيت صافي البوليس عرفوا البلاصه ديال الخدمه وعرفوا الدار. كيفاش داروا تشدوهم؟ هما جاو عندهم برجليهم. هما جاو قدموا ريوسهم؟ لا ما قدموش ريوسهم جاو بلي انا صافي تشديت انا اللي لحت عليهم الباطل بلي داكشي كامل اللي قلت كذوب.
خطه داروها البوليس باش باش يشدوهم حيت هما صافي هربوا، خبوا لا يهربوا لشي بلاصه ما بقاو شي جو مثلا. قبل ما نشد ما يتشدوا انا مشيت عند الطبيب درت سيرتافيكا، السيرتافيكا داروا عليا قديمه حيت دازت 11 يوم. 11 يوم على افتضاد البكاره؟ 11 يوم. شرحي لنا بالضبط اشنو قال لك الطبيب؟ قال لك دازت 11 يوم علاش؟ قال لي يلا سميتو، قال لي واش وقع عليك هادشي قبل؟ حيت الناس ما فاهمينش اشنو وقع، اشنو هو هذاك الشيء زعما انك ما بقيتيش بنت؟ انا ما بقيتش بنت. اها داروا لي السيرتافيكا قديمه، بقاو البوليس كيقول لي انت واش وقع عليك شي حاجه في الدوار، حيت حتى واحد ما تيقني، حتى عائلتي تسحبوا موش من الهضره ديال البوليس واش انا وقع عليا داك الشيء فسميتو في الدار، داك الشيء علاش هربت. داروا لي سيرتافيكا قديمه هما داك الشيء باش شادين دروكا هادوك جوج، هادوك جوج باقيين مشدودين؟ باقيين مشدودين. وهما اشنو كيقولوا هادوك جوج؟ ناكرين كلشي، قالوا لكم غير عاونوني، ما داروا لي حتى حاجه، قالوا البوليس جات عندنا برجليها وعاونناها صافي، هي لحت علينا الباطل ما درنا لها حتى حاجه. والعائله ديالهم ما حاولتش تتواصل معكم؟ العائله ديالهم جاو عندنا 3 ايام وهما كيجوا للدار. النهار الاول خرج الوالد ديالي قالوا احنا غنخلصوا لك هادشي كامل اللي خسرتي ديال الفلوس، غنعوضوك، غنعطوك باش يعني عرضوا عليه رشوه. بقاو كيقولوا لي شي هضره صافي. ملي سمعت انا هذيك الهضره مشيت للوالد ديالي قال لي غتسمح ليهم انت تنزل، انا نمشي عند البوليس نطلب حقي وندخلك في هادشي، حيت انا اللي تكرفصوا عليا، انا اللي تكرفصت وطيعوني ما نسمح ليهم صافي. ملي عاودوا صونا وعائلتهم قال لهم الوالد داكشي اللي قلت ليه، جاوا لغد لي نهار الثاني، نهار الثاني خرجت عندهم، جا خو محمد يمكرون سميتو عمر يمكرون، وجا خو مصطفى سميتو ما عرفتها خو مصطفى قنو، وجا واحد السيد معهم وصاحبهم. خرجت عندهم قالوا لي حنا غنحطوك داكشي اللي خسر الوالد والوالد ديالك، انت ما تستفدي حتى حاجه، راه داكشي اللي غيوقع وقع، والديهم حالتهم حاله. زعما كيفاش ما غتستافدي حتى حاجه؟ زعما الا تشدو انت ما غتستافدي حتى حاجه؟ قال لك انا الا تشدو هادوك صافي اش غتستافدي انت؟ يا ربي يعني غيعوضك البكاره ديالك تساوي يعطوك الفلوس حسن من السجن ديالهم. داكشي اللي قالوا لي، قالوا لي انت ما تستافدي حتى حاجه، اش غتستافدي هما الا داخلين الحبس ومكرفصين وهما عايشين حياتهم في الحبس، تسحبك واش كاين تكرفيس في الحبس وهذا يعني. قال كيقولوا لي هضره باش نتنازل انا، انا ما وخيت، قلت لهم هادوك تكرفصوا عليا ما نسمحش ليهم. بقاو شي ساعتين وهما كيهضروا معايا كيحاولوا معايا باش نتنازل. ملي ما بغيت مشاو في حالتهم نهار الثالث جاو بيجاوبوا معاهم واحد السيدة خالت محمد يمكرون، مرا دخلت معانا جلست معانا انا والوالده خوتي، هضرت معايا قالت لي اش بان ليك انت عند الطبيب وترجعي كما كنتي. كيفاش ترجعي كما كنتي؟ يعني رجع بنت، تعالجني ورجع بنت. غتديك عند شي طبيب يردك بنت؟ هي قادره انها ترد لك بنت؟ داكشي اللي قالت لي، قلت لها وداك التكرفيس وداكشي كامل اللي داروا فيا تنسي ليا ترجعي ليا كامل هذاك الشيء، واخا ترجعيني قلت لها بنت ما نسمح ليهم. زعما غدير لك بكره اصطناعيه؟ بكره اصطناعيه. قال لي انا راه غنخلص عليك باش غدير بكره اصطناعيه، وهما يعطوا الوالد ديالك داكشي خلص. قلت لها لا صافي. قالت لي اش بان لك محمد يمكروني الا هو الفعل اللي دار لك هادشي، حيت هما قال لك انا لحد العمر الباطل، الا فعلا قالت لي والده لك هادشي غيتزوج بك. بقيت انا كنشوف، قلت لها واخا ما عندي ما سلح حتى حاجه. زعما هذاك اللي اغتصبك يتزوج بك؟ ما عندكش مشكل هذاك اللي اغتصبك يتزوج بك؟ انا ما عندي مشكل قدام عائلتي ووالديا، قلت هذاك هو الحل باش يعني باش نستر هادشي كامل صافي. قلت لها واخا، مشيت جلست معاهم مع خوت هادوك،
بقاو كيقولوا لي هتنزلي ليهم، انا تيك الوالده تهضري معايا راه هي كتبكي وحالتهم حاله. قلت لهم انا لو باغي يتحمل مسؤوليته تسمح لي صافي. ولكن انت قلتي جوج اغتصبوك ودابا كتهضري غير على واحد، حيت هذاك اللي ضيعني يعني في الاول محمد يمكرو. كيفاش ضيع زعما؟ هذاك هو اللي ما فهمتش، هو اللي اغتصبني في الاول، هو اللي ضيع عليا البكره ديالي. زعما انت شديتي في هذاك اللي ضيع لك البكره ديالك؟ حيت هو اللي ضيع عليه البكره ديالي في الاول محمد يمكرون، عاد جا صاحبو مصطفى قنو عاد جا اغتصبني. يعني سامحتي مع فعل الاغتصاب ولكن ما قدرتيش تسامحي مع الفعل ديال ان هذاك تقبك. صافي داكشي قلت لهم، قال لي مشى خوه كانوا غيخرجوا، وحسا هضرت مع الوالده ديالو مع عمر مكرون خو محمد مكرون. قالت لي قال لي عاش قالت لينا على حساب الزواج. قالت لي مولا هو اللي دار فعلا هذا الشيء، صافي يتحمل مسؤوليته وبزز عليه. صافي قال لي اخو انا نمشي عندو للحبس. قال لي ولكن يلا معانا دروكا وديري التنازل، نمشي معاهم هو الاول. قال لي كون دير التنازل وديك الساعة قال لي يتزوج بك. كيفاش هو في الحبس ويتزوج بك؟ وعاد قلت لهم اللحظة ما انا ما نديرش لهم التنازل، هذاك الشيء اللي كان قلت لكم. صافي قال لي انا غدا غنمشي للحبس وغنهضر معاه. ملي مشى عندو للحبس هو ما قبلش يتزوج بك؟ مشى عندو للحبس قال لي هي دارت بخاطر هذاك الشيء وماش انا اللي تعديت عليها. هو كيقول بانك انت مشيتي معاه بخاطرك؟ بخاطري. يعني هو يقر انه نعس معك ولكن بخاطرك؟ بخاطري. وقال لهم بالله انا لقيتها مرا ماشي بنت، يعني انا ماشي ماش انا اللي درت هذاك الشيء. واخا الاطوار ديال المحاكمه دازت مزيانه ولا كان فيها شي مشكل؟ كاين خو محمد خو مصطفى قنو كيحاول يمسح من الدوسي ديالهم الهروب. الدوسي فيه الفرار فيه الهروب. داكشي كامل وضرب البوليسي في يدي، حيت محمد يمكرون هو اللي كان صايق. هربوا من البوليس وضربوا البوليسي في يدي. وكانوا غيضربوا خالتي حيت كانت معانا داك النهار. وهاد مصطفى كيفاش كيحاول يمسح زعما؟ واش وقته في المحكمه ولا كيفاش؟ لا خو قال لك عنده الفلوس لاباس عليه، هو كيبقى ديما يجي للمحكمه كيحاول يمسح من الدوسي الهروب ديالهم، حيت الا مش حتى تمسح من الدوسي الهروب ديالهم غيخرجوهم، حيت ما عندي عليهم حتى دليل. حتى الشهاده الطبيه اللي دار ليا الطبيب دار عليا قديمه. وهما كيتعاملوا معاك مزيان؟ ما كيهددوك ما والو هاد العائله؟ من بعد ملي انا ما بغيت ملي مشى عنده خو للحبس قال لي ما درت لها والو. صافي الغد ليه في الصباح صونا قال لي راه صافي راه خويا قبل وغيتزوج بيك ولكن حتى تجري تنازل. قلت لهم الله يعاون الله يعاونكم انا ما ندير التنازل حتى واحد. صافي قال لي واش هادي هي الكلمه الاخرى ديالك؟ قلت لي هي. صافي قطع التليفون. واحد الساعه صون الوالد خو محمد يمكرون صون البا قال لي شوف انت مازال اللي غتمشي تزور بنتك في الحبس وتدي لها الكفه وغتندموا كامل على هذا الشيء، على التكرفيس اللي درتو لينا غتندموا عليه، وحتى بنتك هي اللي مازال غتشد في بلاصتهم. علاش؟ قال لك انا علحت عليهم الباطل، هما كيقولوا عند البوليس باللي ما داروا لي حتى حاجه. اشنو كطالبي دابا؟ انا هذوك الناس بغيتهم يتعذبوا كيما عذبوني. هادوك مازال انت موافقه على الحل ديال انك تزوجي بهذاك اللي اغتصبك؟ لا ما بغيتيش هذا الحل. خفت ملي عائلته كيهددونا في التليفون، هادوك الناس باينه فيهم شرارين وما مزيانين، غنصيع كثر وكثر غادي ندعي كثر وكثر. اشنو كتقولي دابا للبنات اللي كيتعاملوا بالفيسبوك مع الاولاد وكيصدقوا الوعود ديالهم؟ ما بقاش الثقه في هذا الوقت، كل شيء الوعود والهضره ديال الفيسبوك الهضره ديال التليفون كل جهه كذوب. الدراري كيشوفوا فيك غير الحاجه ديالهم كيقضوا غرضهم ويلحوك، ما في قلبهم لا رحمه لا شفقه. انا ما كنتش عارفه هذا الشيء كامله، درت فيهم الثقه ديالي.
منش خرجتي من القرايه؟ السادس. من السادس خرجت على حسب الشوف ديالي الكوليج و... خرجتي لان كيما كتشوفيش انا ناقص عندي الشوف بزاف. وهما كانوا عارفين انك ناقص عندك الشوف بزاف؟ كانوا عارفين حيت قلت لي على حسب الخدمه. قال لي واش عندك شي ديبلوم ولا شي حاجه؟ قلت لي لا. هو قلت لي ولكن ناقص عندي الشوف، الا قدر تدبر لي شي خدمه زعما على حسب الشوف ديالي من لقى فيها مشاكل. شكرا.